التقى الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الجنرال ساهر شمشاد ميرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مقر قيادة الأركان في مدينة روالبندي على هامش زيارة سموه الرسمية لجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة للمشاركة في احتفاليات جمهورية باكستان الاسلامية بيوم باكستان. ولدى وصول سموه الى مقر قيادة الجيش الباكستاني كان في مقدمة المستقبلين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية وعدد من كبار القادة العسكريين الباكستانيين حيث جرت مراسم استقبال رسمية لسموه وعزف السلام الوطني لمملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية ثم تفقد سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه ورحب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وباكستان. وبهذه المناسبه اشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمه التي وصل اليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين وبدور الجيش الباكستاني في دعم الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الامور ذات الاهتمام كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقه القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه باكستان الاسلاميه الشقيقه على مختلف الاصعده وبخاصه ما يتعلق منها بالمجال العسكري